يا أستاذة فاطمة، ليش البنت في العالم العربي نظرة الرجل لها مختلفة عن العالم الأجنبي؟ يعني ممكن في العالم الغربي تمشي نصف عارية وما تتعرض لنفس نظرات الرجل اللي تتعرض لها وهي لابسة كامل ملابسها داخليا داخل العالم العربي. هل انت تعني انه نظره سلبيه ام ايجابيه؟ يعني نظرة جنسية كما يقال. طبعا هون في اشياء، يعني محاور مختلفه لهذا الموضوع. بالنسبه لل يعني الشيء المخفي دائما في عنده ماجيك، في شيء، في سحر. لانه اولا بظن لانه شيء اللي ما نراه، يعني هو الجنس اساسا الصناعه هذه مبنيه على 99% من الفشل. لانه لما الرجل يشوف السلعه يمل منها، ولكن لما يكون متخيل انه ممكن في شيء وراء هذاك الشيء، يعني في حاجه مخفيه، فعندها سحر اكثر. يعني كل ما زادت الانفتاح الملابس وتعريها كل ما كان افضل. لا يعني كل ما زاد العرى حتخلي الرجال يمل بالتالي. لا الرجل يمل ولكن المرأة العربية، المرأة المحتشمة، يكون عندها سحر. هو شايف الأجنبية قدامه عريانة، ما في شيء، يعني عادي. ولكن العربية المغطية فيها سحر، مش شايف شو فيه، كبير صغير متوسط كذا. هو الموضوع يتعلق بالعربية وسحرها وبالأجنبية وعدم وجود السحر، ولا بنفس ثقافته هو الرجال ككل؟ فضوله. هي للرجال ككل. بالنسبة للرجل العربي لو يجي يختار الزوجة هيختار المتغطية.